بقاء يبحث عن مهدي الحسن، لأن أعتقد أنها بطاقة صفراء ثانية. هل أعطى مهدي الحسن البطاقة الحمراء؟ سنتابع. الحمراء، نعم الحمراء، لأنها بطاقة صفراء ثانية. واضحة ما يبغى لها حساب، لكن هي تحصل. مهدي الحسن الجزائري الدولي عموما يخرج مع الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الثاني بالبطاقة الحمراء بعد البطاقة الصفراء الثانية. وربع ساعة ستكون حافلة. مهدي الحسن يطلب من المدرب لويس كارتيا بلازا الهدوء.